السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا على قناتي وقناتكم اللبات تي في. والنهاردة وبعد ما الناس سولت على علي بالزاف وناس كتير بتسأل على علي، وقرر علي النهاردة يعمل معايا تحدي ولكن بطريقته الخاصة، الطريقة اللي بيشوفها في التيك توك واليوتيوب، خليه هو يقدم لكم التحدي اللي هنعمله النهاردة. قدم يا عم علي. اليوم عندنا واحد تحدي زوين بزاف وطريف. بابا غيجلس هنايا كل مرة غنتبادلو انا وياه. هو غيشد البالون كيكون فيه الماء، وانا غنسو نقول له واحد الكلمة بالمصرية، هو خصو يحولها للغة ديال الدارجة. بطبيعة الحال اللي ما غيقدرش يجاوب على السؤال غيهبط عليه داك الماء، وديك الساعة نجمعوا النقط ونشوفوا في الاخر شكون اللي يربح. وانت كذلك انت برضو، ولكن بالعامية المصرية للدارجة نحاول. ما الكلمة تكون مصرية غنحولوها للدارجة. نبدأ، اعطيني يا ابني اول بالون، ولكن كل سؤال لي 10 ثواني. 10 ثواني و10 ثواني وبعدين حط فوق راسك هنا. يلا بسم الله. أول سؤال. أنا أول كلمة إن شاء الله هي بالمصري، لو خد بالك حذري منك، لو أنا بحذرك هتقولها بالمغربي. بحذرك؟ لو حذاري. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. احدي راسك. خمسة. احدي راسك. ستة. لا احدي راسك دي يعني خد بالك من نفسك، أنا بقول لك بحذرك لو ابعد عني. مثلا لو مثلا انا جاي بعمل حاجه لعمار بيقول لي ابعد عني، انا بحذرك اهو، اداني تنبيه. 7 8 لا ما 9 10. يلا بلانا وشف. انت ما صدقت. طب الكلمة فرصه. الكلمه هي الله يعميها لك. الله يعميها لك. الله يعميها لك هي. خد بالك حزان. هذا بيشتغلني، هذا والله بيشتغلني. اتفرقعش تتفرع ولا ايه؟ لا ده بقى طبعا هو بهدلني زي ما انتم شايفين بالماء. خلينا نخش معاه في الكلمة التانية. ده بقى هنقول لك بالمصرية معلقة. واحد. لا. معلقة. زوج. لا. ثلاثة. معلقة. أربعة. والله يتوعق. لا حبس. خمسة. حبس. لا والله ما معلق. لا لا مش معلقة. لا 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 مش بيقولوا عليها كلمة تانية في الدارجة المغربية، احنا مش بنقول في الدارجة. ستة. ستة حط فوق راسك. لا وماليش دعوة. سبعة. حط فوق راسك. والله ما معلق. تمانية. تسعة. عشرة. ما غيتش. حط فوق راسك. حط فوق راسك. اسمها بص اقول لك حاجه، بتكفى. طب يلا يلا حط فوق راسك. العشقه. 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 نورتك. حصل عشقة مين يا حاج؟ عارف لو طلعت ظلم الناس هيقولوا في التعليقات. هات واحدة. دابا نسهلوا الامور شويه، نعطوه شي كلمه سهله. شوكه. واحد. شوكه عارفها. نين. والله عارفها اقسم بالله. ثلاثه. اسمها ايه؟ اربعه. فرشيطه. 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 شوكه. فرشيطه. هاجي هاجي هاجي. امسك. دابا هنعطيه هو كلمه، هنعطيها لك سهله برضو. كوتشي. سبرديلة. صافي بالزربة جبتها. صافي مزيان. اجي اجي. اخ دابا دابا غنصعبوا الكلمة شوية. نقولوا عصفورة. 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 واحد. طير. اثنين. طير. غلط. طير. ثلاثة. طير كيقول عليها الطير. والله. أربعة. طير. عصفورة. خمسة. طير. استنى استنى. ستة. لا لا ما انت بتجيب لي كلمات. سبعة. عصفورة. ثمانية. عصفورة. تسعة.
عشرة. حط 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 لا حطها فوق راسك اهو كده اهو. اسمها فرخ. فرخ فرخ ما تعرفش شنو هو الجو الحراره ده ما ف صاد زوينه شويه. زوينه ايه ده الواحد خاصه يروح يتحمم دابا دابا. نعطي علي كلمه واعره صعيبه صعيبه بزاف. شوف ما تقولش بدك شي ديال طنجه. كيفاش ديال الشيء ديال طنجه؟ هو ما ليش دعوه انا مكناس طنجه. كلمه 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 صعيبه. اوتوبيس. واحد جوج طوبس. ثلاثة لا غلط طوبس. أربعة الكار. خمسة الكار. ستة الكار ولا الطوبس. سبعة لا لا والله ثمانية الكار ولا الطوبس. تس لا والله ما لا كار ولا طوبس. كان بيقولوا عليك الموخر الكار مش الكار مش الطوبس. لا لا مش لا 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 ترانسبورت ده ديال المدرسة ديال لا 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 والله لا ما لا والله ما هي هذه. قول هلا ومرها هذه. لا لا يلا ثمانية تسعة عشرة. هكا يقولوا عليها ترامبية. ترامبية اه والله ترامبية. اقسم بالله لا مو حال والله ما كنت والله يقولوا عليها في الشمال ترامبية. ترامبية دابا نعاودو نسهلو معاه شوية واخا هو صعب معايا. دابا جوج لجوج. نقولو له إزازة. إزازة إزازة المغاربة بزاف ما يعرفوهاش. إزازة يمكن هي راه سهلة. كيفاش إزازة؟ واحد إزاز يعني ولا إزازة؟ إزازة اللي بنشرب فيها. لا اللي كنشربو فيها. قارعة. قارعة قارعة. دابا نعطيك كلمة من الحدانة هنايا. النجيلة. النجيلة هذه الخضرة اللي في الأرض. العشبة. العشبة النجيلة. ها واحد جوج ثلاثة. الربيع. الربيع صح. واخ دابا نقول لواحد الكلمة ما عرفش واش يعرفها ولا لا، ولكن هي كتجي شوية بالفرنسي وقيلا ما يعرفهاش. دابا نقولوا له تروسيكل. واحد تروسيكل. جوج بيقولوا عليه تروسيكل برضو. ثلاثة تروسيكل اللي كي لا. اللي كيشيلوا فيه الخضار والحوايج صح؟ خمسة لا ستة تروسيكل. سبعة لا والله مش تروسيكل. تروسيكل ثمانية استنى استنى عارفها والله. تروبورتور. تروبورتور ولا تروبورتار صح ماشي. تروبورتار تروبورتار تروبورتور تروبورتور. ده بقى نسأله حاجة من القراية دياله، ولكن هو سؤال مزدوج يعني هنسألك سؤال مزدوج. لو عرفته طبعا هتعرف سهل هو، ولكن التانية معرفش هتعرفها ولا لا. ده بقى قلم. قلم بالعربي ولا بال ده بس هذا بالدارجة. قلم 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 زي ما بنقول احنا في مصر قلم. نحسب وش قلم اللي هو قلم جاف ولا قلم رصاص؟ كتفرق في الدارجة قلم جاف ولا قلم رصاص؟ قلم جاف ستيلو. قلم رصاص قلم. قلم يعني اول مره اعرف انا المعلومه هذه. احنا عندنا قلم دي تمشي على اي قلم بيكتب وصافي. صح. طيب برايه. منجاره. برايه منجاره. منجاره صحيح ولا الكلام ده؟ انا ما اعرفهاش الصراحه، ولكن قلت لو صح يا جماعه قولوا لنا في التعليقات. برايه يعني منجاره فعلا. برايه دي اللي كتبري القلم تخليه كتنجره، ولكن هي والله معناها مزيان يعني منجرة كتنجر القلم تخليه في حال النجارة عشان هو بيبقى خشب يعني مزيان. يلا قوم اطلع على راسك. صافي اصبر. طب اصبر اصبر. يلا قول الاول لحظة انا ها زيد 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 هاك ما عشان الهدوم بس. نقول لك قلم صبورة. قلم صبورة؟ ايه اللي قلم صبورة؟ واحد. وانا يابا في مدرسة عشان اعرف. انا يا عم انا ما روحتش مدارس عشان اعرف. ثلاثة. قلم صبورة. اربعة. ستيلو صبورة. خمسة. ستيلو صبورة. ستة. ستيلو صبورة يا عم مال. سبعة. قلم صبورة. ها؟ انت بتعرفوش وانت في المدارس ما تعرفوش وانا هعرفه. تسعة. قلم صبورة. حط عشرة. قلم صبورة. ادي القلم الصبورة. فيتخ. ايه؟ فيتخ. فيتخ؟ ايوه. فيتخ ايه يا جماعة؟ فيتخ ايه قلم صبورة.
صح عمر؟ صح عمر، عمر مش عارف اصلا يا جماعة. لو بيقول لي الكلام ده غلط ومستغفلني ومستغفلني في المسابقة هذه عرفوني وقولوا لي. فيتخ فيتخ اللي كان كسبوه بيه على السبورة في المدرسة. فيتخ واسمي فيتخ. اجلس اجلس، انا اعطيك كلمة بقى صعيبة دابا بالذات. دابا نسوي يا ربي باش بغيت نفرقع عليها دياب المسألة يا ربي. إذا كانت صحيحة ما تبقاش تقول لي غلط. طوسي ملعب الكورة. تيران تيران، والله تيران تيران كورة. صافي لا لا صافي، استنى واحدة أخرى واحدة. جو الحرارة والطبيعة زوينة ومسابقة، ولكن علي بهدلني علي. دابا نقول له واحد الكلمة. لابتوب. لابتوب؟ إيه اللي كمبيوتر؟ نو كمبيوتر؟ لا واحد. بي سي؟ جوج؟ لا ثلاثة. أربعة. أورديناتور. خمسة. ستة. أورديناتور إيه اللي هو؟ سبعة. كمبيوتر كبير؟ ثمانية. شنو شنو؟ لا تسعة. حط حط هنا حط هنا، لا هنا فوق هنا. عشرة. والله العظيم انت بتخلي ما تقع على الارض. انا بخلي على الارض شعري كامل اهو. فين على الارض؟ على شعرك بس. ناس كده اربعة جوج. نو سميت في سبورت. في سبورت طبعا. ايه في سبورت. يا سلام، انتوا بتشغلوني انتوا الاثنين. والله والله كده يا جماعة هذه المسابقة هذه كده المسابقة هذه علي كسب فيها. ومش عارف والله، انا نص الكلمات ما اعرفش صح ولا غلط، ولا بيشتغلني هو واخواته وعاملين عليا رباطيه عشان يغرقوني ميه. المهم انا استنى رايكم في التعليقات، فعلا الكلام اللي قالوه صح ولا غلط، ولو كلمات قالوها غلط عشان ننتقم منه في الجزء الثاني. هنعمل جزء ثاني. الا بغيتوا نديروا الجزء الثاني وصلوا هذا الفيديو اكبر عدد من اللايكات، وقولوا لنا في كومنتر وقولوا لنا ايه التحديات اللي نقدر نعملها تاني من خلال اللهجة المصرية والدارجة المغربية وحاجات زي كده. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وكانت منافسة شريفة. الله اعلم ضحكوا عليا ولا لا. وعلي هو طلعته لكم، وادعوا له بقى ان شاء الله. ده بقى هو مشغول بالقراية، وان شاء الله في الصيف هنعمل حاجات بالزاف انا وهو ان شاء الله. قول لهم بقى واشكروا الناس اللي كانت تسول عليك. شكرا لكم بزاف الناس اللي سولوا عليا، وان شاء الله المره ندوزوا هاد الامتحانات ديال زعما ديال القرايه في الاخر. شكرا لكم بزاف الناس اللي كيسولوا عليا في لي كومونتير. ودابا ان شاء الله مور ما نسالي هاد الجوج سيمانات ديال الامتحانات الاخرى نبقاو نديروا فيديوهات بزاف، ونحاولوا ان شاء الله داكشي اللي نديرو يعجبكم. وصافي هادي هذا هو كان الفيديو ديالنا. طبيعة الحال ربحت بابا 4-2، راه كنت عارفه توقع باين. صافي هادشي اللي كان في الفيديو. السلام عليكم.